الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وقالوا لم يغسل شبل طه، وقالوا لم يغسل شبل طاغا، وقالوا لم يغسل شبل طاغا، لم يك غسله فيض الوريد، ألم يك غسله فيض الوريد، وقالوا لم يغسل شبل طاغا، لم يك غسله فيض الوريد، وقالوا لم يقلب الميت يقلب، وقالوا لم يقلب والعوادي الخيول تقلبه على وجه الصعيد. شلون تقليب هذا؟ وقالوا لم يقلب، وقالوا لم يقلب والعوادي تقلبه على وجه الصعيد، وقالوا لم يكفن والسوافي الرياح يعني علينا سجن ضافية البرود، وقالوا لم يشيع فوق نعش، وقالوا لم يشيع فوق نعش كتشيع الجنائز للحود، وقالوا لم يشيع فوق نعش كتشيع الجنائز للحود، فقلت إذا لمن في الرمح رأسه. هذا تشيع لو مو تشيع؟ يطاف به البلاد لا يزيد، يطاف به البلاد لا يزيد، وتلك أمية يا الله رفقا، اي والله، وتلك نساء نعشنا من نساءه سرينا توابعا قمر السعود، سرينا توابعا قمر السعود. أمية يا لحاك الله كيف اعتذارك عند احمد في الورود، قتلت رجاله وسبيت جهر النساء، فهل هنالك من مزيد؟ فرفقا بالأسارة يا أمية، فرفقا بالأسارة، لم يكون سار الترك أو سبي اليهود، يا بعادة الميت يحضروا له، هذا جايب ما إذا كي غسله، هذا جايب جفن ذا كيف الصله، هذا يحفر قبر ذا كي نزله، يا ذي نزله، يا عاد ما جرى بكربلة، والله يا عاد، يا عاد ما جرى بكربلة، ظل ثلاثة أيام ابن سيد الملأ، الغسل دم والجفن ذار الفلا، قلبك يدفان من كل الرحم خالي، ثلاثة أيام عايب جثة الوالي،
ثلاثة أيام لحد الليلة. يا بحار أبو انشتل بالحرب من بالي ليش معطلي أيام وليالي إذا ماكو مجان احفر بدلالي. يا با إذا ماكو مجان احفر بدلالي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن في بحث إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بمحطة البحث الأولى، وهي ارتباطات بحث الإمام المهدي عليه السلام بديننا ودنيانا، بديننا من خلال العقيدة والشريعة والأخلاق وغير ذلك، كما سنبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. زين، ارتباط بحث الإمام المهدي بالعقيدة من خلال التوحيد ومعرفة الله بينا أول البارحة هم بعض الاستدراكات بينا ذلك. إذا يتذكر الإخوة، إذا يتذكر الأحبة، الإمام هو الدليل على إرادة الله تعالى كما ورد في زيارته اللي البارحة قرأنا لكم من فقراتها في الواقع. زين، وغير ذلك الكثير الكثير. وقلنا بأن معرفة الله تحتاج إلى دليل، لأن الإمام الباقر يقول أنتم في سفركم الدنيوي تحتاجون إلى دليل يدلكم على المقصد. شلون في سفركم السماوي وأنتم بطرق السماء أجهل من طرق الأرض؟ تحتاجون إلى دليل. وقلنا الدليل هو الذي يدل كما ورد في روايات عبر عنها الحر العاملي بأنها تجاوزت حد التواتر، بأن الذي يدل على الصلاة والزكاة والحج والصيام هو الوالي المجعول من قبل الله تعالى، هو الدليل عليهن على الأربعة كما ورد عن الصادق عليه السلام. ولهذا الما يأخذهن من خلال الدليل اللي رب العالمين خاله دليل عليهن يضيعهن كلهن يضيعهن. وهذا مو أني أقوله، كتبنا وكتب غيرنا تقوله. أنا الآن راح أنطيكم معلومة، أنتوا أهل ثقافة وأهل اطلاع، ابحثوا عنها الليلة بالأنترنت، إذا ما لقيتوها بالصحاح باكر حاسبوني، إذا ما لقيتوها بأهم المصادر عند المسلمين جميعاً بكرة حاسبوني، قلوا لي ما لقيناها ما عندي مشكلة. أنا قاعد أقول لك راجع وراي، قاعد أقول لك تأكد الليلة تأكد. إذا المصادر عندك راجع المصادر، مصادر ما عندك ابحث عنها بالأنترنت شوفها بأي مصادر. أنا قاعد أدعوك للتأكد. الكلام ورد عن أنس ابن مالك وهو صحابي طبعاً، وهو محسوب على غير علي بن أبي طالب، مو من أتباع علي أنس بن مالك. يقول ما أعرف شيئاً بقي بعد النبي إلا الصلاة وقد تغيرت. هو تقول، أقول هاي الحكاية الليلة بحثوا عنها شوفوها موجودة بأهم المصادر يوم موجودة. يقول لا أعلم شيئاً بقي بعد رسول الله، كل شيء تغير إلا الصلاة وقد تغيرت، صار فيها زيادة ونقيصة. يجي السؤال، أو مثلا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وأنا مسؤول عن كلامي، إذا ما لقيتوها بكرة حاسبوني، إذا ما لقيتوا هذا الخبر بالصحيحين بكرة حاسبوني، أنه صلى عمران بن الحسين إن لم تخن الذاكرة يصلي خلف الإمام علي بالبصرة بمعركة الجمل، يقول لقد ذكرنا علي بصلاة رسول الله من بعد 30 سنة تقريبا، يقول هذا ذكرنا بصلاة النبي أكثر من 30 سنة، يقول ذكرنا بصلاة النبي. سؤال، إذا علي بن أبي طالب ذكرهم بصلاة النبي كما في الصحيحين عند غيرنا، المسلمين من بعد شهادة النبي إلى معركة الجمل كانوا يصلون يا صلاة، وعلي ذكرهم بصلاة النبي، وأني أسأل ما بيها شيء وأنتظر جواب، أسأل وأنتظر جواب ما بيها شيء. أنا قاعد أقول معلومة موجودة بهذا الصحيح وبذاك الصحيح عند غيرنا، فما حد يقدر ينكرها. أنت هم تقدر الليلة تبحث عنها تلقاها، ما لقيتها تعال حاسبي. يقول ذكرنا علي بصلاة رسول الله، يجي السؤال
هاي 30 سنة، أكثر من 30 سنة بعد وفاة النبي، يا صلاة المسلمين كانوا يصلون اللي من بعد كل هاي الفترة يجي علي بن أبي طالب يذكرهم بصلاة النبي. خو يا صلاة زين، إذن الصلاة صار بها زيادة نقيصة، ليش؟ لأن الصلاة أخذت من غير الدليل عليها. ولهذا قبل يومين الإمام الباقر يقول سلام الله عليه، يقول أنتم بطرق السماء أحوج منكم إلى دليل من طرق الأرض. الأدلة على مرضات الله، الإمام المهدي دليل على إرادة الله، الولاية أعظم من الصلاة والصيام والزكاة والحج كما في الروايات اللي تجاوزت حد التواتر كما يقول الحر العامل في وسائل الشيعة، يقول الولاية أعظم لأن الوالي هو الدليل على الصلاة والزكاة والحج والصيام. فأنت إذا ما أخذتهن من الدليل ضيعتهن، كما يقول أنس بن مالك وكما يقول صلى برا علي بن أبي طالب بمعركة الجمل عمران وغيره، يقول ذكرنا علي بصلاة النبي. أقول هسه هذا الأمر تحقق على أرض الواقع، يعني القضية مو بس تنظير، صارت على أرض الواقع. لما الصلاة تؤخذ من غير الدليل عليها اللي خلاه رب العالمين تكون هاي نتيجتها، إلا الصلاة وقد ضيعت. يقول أنس بن مالك، وذاك يقول علي ذكرني بصلاة النبي. خو جماعتنا كانوا يصلون يا صلاة المسلمين. خو أسأل سؤال أنا، والسؤال الآن يصل كل من يسمعني، وخي جاوبني، تفضل جاوبني. أقول بحث الإمامة مرتبط بالمعرفة والتوحيد، والإمام المهدي على وجه الخصوص. زين، بحث الإمام المهدي مرتبط بنبوة خاصة بيناها، بنبوة عامة البارحة هم كملنا الكلام بها، من خلال مواريث، من خلال سنن، من خلال خصائص، من خلال قضاء، من حيثيات أخرى. أنا أجيب مثال مو على نحو الحصر، على نحو المثال. ثلاثة، بحث الإمام المهدي مرتبط بالإمامة، ولم لا والإمام المهدي هو أحد الأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليه، فبحث الإمام المهدي هم مرتبط بمن؟ بالإمامة، وهو أحد الأئمة عليهم السلام. حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا، تفضلوا. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. عليكم السلام، صلوا على محمد وآل محمد. أقول بحث الإمام المهدي هم مرتبط بالإمامة بشكلها العام، وبإمامة الحسين بشكل خاص صاحب المناسبة، وإحنا في أيام عاشوراء. باوعولي هسه مرتبط بالإمامة، هو أحد الأئمة، مرتبط بالإمامة لنكر كأنه أنكر كل الأئمة كما بينا البارحة، مرتبط بالإمامة بلزوم المودة، مرتبط بالإمامة بلزوم إطاعته بشكل مطلق باعتباره معصوم، مرتبط بالإمامة بحيثيات كثيرة. كل ما للأئمة له، وكل ما عليهم من مهام عليه عليه السلام. هذا بشكل عام بحث الإمام المهدي مرتبط بإمامة سيد الشهداء عليه السلام، بشكل خاص مرتبط بإمامة الحسين بشكل خاص. فإحنا لما نحيي بحث الإمام المهدي بليالي عاشوراء لارتباط بين المهدي والحسين بشكل خاص. شلون بشكل خاص أكو ارتباط بين بحث الإمام المهدي والحسين؟ بحثت في الروايات الشريفة. الآن راح نبدأ بالجديد. الأحبة وياي ولا أريد الكل يباوعني، ما أريد واحد ما ينتبهني. بحث الإمام المهدي لما نبحث قاعد نبحث مبحث الإمامة بشكل عام، والحسين إمامة سيد الشهداء بشكل خاص، لأن شفت بالروايات أكو ارتباط بين سيد الشهداء والإمام المهدي بشكل خاص. وهذا الارتباط من حيثيات متعددة ما شفته بين الإمام المهدي وبقية الأئمة عليهم السلام، بس الإمام المهدي والحسين بهالشكل هذا كما ورد في تراث الأئمة، واللي أنا راح نثبت إن شاء الله تعالى. هسه تسألني تقول شلون بحث، شنو الحيثيات اللي تربط بين بحث الإمام المهدي وبين سيد الشهداء، أو بين الإمام المهدي وبين سيد الشهداء؟ يا أخي شنو هاي الحيثيات؟ قل للنبيها وخلصنا حتى ننتقل محطة جديدة من بعد. أقول ما عندي مانع، الليلة نبدي إن شاء الله. على سبيل المثال أبدأ، نتوكل نبدي نبدأ. هاي على سبيل المثال هذه الرواية، ها
هاي أمامي رواية، والرواية طويلة طبعاً، المشكلة الرواية طويلة وإذا أقرأها كلها تأخذ كل وقتي، هاي المشكلة. الرواية تربط بأن يحيى ابن زكريا كنبي، وبين الحسين كإمام، وبين المهدي كثائر لثأر الحسين والأنبياء. ما أدري واضح الكلام؟ يعني ارتباط بين بحث الإمام المهدي أو بين الإمام المهدي والنبوة العامة المتمثلة بيحيى، وبين الإمامة بشكل خاص كحسين عليه السلام نموذجاً، فيصير ارتباط بين نبي وإمامين الحسين والمهدي. الرواية عن من؟ عن نفس الحسين سلام الله عليه. الحسين لمن ينقل أو من ينقل عن الحسين؟ الإمام زين العابدين عليه السلام. المصادر: بحار الأنوار نقلاً عن مناقب ابن شهراشوب، وعوالم البحراني أيضاً نقلاً عن مناقب ابن شهراشوب. بعد شنو تريد مني يعني؟ أكثر من هذا بعد شنو تريد مني؟ مصدر الرواية مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب المجلسي، هم نقلها عن مناقب آل أبي طالب. الرواية عن السجاد عن الحسين، شو تقول الرواية؟ الحسين يقول: إن امرأة ملك بني إسرائيل، دخل لي ألخصها يعني إذا أقرأها كلها طول ووقتنا يروح. سيد الشهداء عليه السلام يقول: زوجة ملك بني إسرائيل كبرت وخافت على الملك أن يأخذ منا امرأة. يعني والله واحد يخجل يقول هذا الكلام على المنبر، والله يخجل يعني. يقول: فأغرت الملك بابنتها أن يأخذها، ويعني رتبتها وكذا وخلتها أمامه بحيث خلته يطمع بيها، ورادها الملك الإسرائيلي، قالت له: ما أقبل إلا بمهر. قالها: شنو المهر؟ قالت له: رأس يحيى ابن زكريا. هذا الكلام الحسيني نقله. دخل لي أقرأ لك الرواية أحسن، خاف تقولها شنو الحكي منين جيبه أنت؟ أقرأ الرواية وانطيت مصادرها. الحسين يقول: إن امرأة ملك بني إسرائيل كبرت وأرادت أن تزوج بنتها منه للملك. يعني حكي غريب يعني والله. زين، فاستشار الملك يحيى ابن زكريا فنهاه عن ذلك. زين، فعرفت المرأة ذلك وزينت بنتها وبعثتها إلى الملك، فذهبت ولعبت بين يديه حتى تغري. فقال لها الملك: ما حاجتك؟ قالت: رأس يحيى ابن زكريا. قال الملك: يا بني، حاجة غير هذه؟ قالت: ما أريد غيره. وكان الملك إذا كذب فيهم عزل من ملكه، فخير بين ملكه وبين قتل يحيى ابن زكريا. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد. ثانيا: غفر الله لكم. اللهم صل على محمد. ثالثا: بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد. توقعوا الإنسان يصل إلى أي حالة بالخسة والضعة؟ الإنسان يصل إلى أي حالة بالشنو؟ بالخسة والضعة، بحيث يقبل بهذا العرض اللي تعافى الإنسانية ويعافى الإنسان الصاحي، الإنسان يحترم نفسه، يحترم عقله، يحترم ضميره في الواقع، ما يفكر أن يجرأ عليه في الواقع، فيقبل به وإن كان بثمن رأس نبي من أنبياء الله تعالى وهو يحيى ابن زكريا عليه السلام. ابقوا يا أحبابي. الخلاصة: هذا الملك ذبح يحيى ابن زكريا، خلاصة الرواية، وقتل يحيى ابن زكريا، وقتل يحيى ابن زكريا
كان مهر لفاجرة أجلكم الله، توقعوا يعني. هذا اللي الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: أبويا لما طلع من المدينة وصل إلى كربلاء ما نزل في مكان، ما خرج من مكان إلا وذكر يحيى ابن زكريا، وقال: من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، ومن هوان الدنيا على الله أن يهدى رأسي إلى بغي من بغايا هذه الأمة في الواقع. وهذا يشكل وجه تشابه وتناظر بين ملف الحسين عليه السلام وبين ملف النبي منه يحيى ابن زكريا. طبعاً وهناك وجوه تناظر كثيرة بين الملفين، بين ملف يحيى وزكريا. مثلاً عندنا بالروايات الشريفة: ما يجرؤ على قتل الأنبياء وأبناء الأنبياء إلا أبناء الزنا، عندنا في الروايات. ولهذا القتل يحيى ابن زكريا ما كان ابن حلال، وهكذا اللي تجرأ على قتل الحسين ابن الأنبياء. صلوا على محمد وآل محمد. زين، المهم مولانا الرواية طويلة طويلة. آخر الرواية باوعولي أرجوكم، آخر الرواية: دم يحيى بقى يفور ما يرضى يسكن. دم يحيى ابن زكريا بقى شنو؟ يفور. شاف لواحد شلون نحل هاي المشكلة، هذا الملك اللي قتل يحيى. المهم فقال له: إن هذه مدينة أنبياء لا تنفتح إلا بما أدلك عليه. أنا راح أعطيك وصفة تسويها تنحل مشكلة، ما تسويها ما تنحل المشكلة. قال له شنو؟ اسمع. قال له: ارمها بالخبث والعذرة هاي المدينة. ففعل فتقطعت فدخلها فقال علي بالعجوز، امرأة قالت له، فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: في المدينة دم يغلي، وهو دم يحيى، فاقتل عليه حتى يسكن. هاي المدينة بيها دم سفك، وهذا الدم يفور يغلي، تريد هذا الدم يسكن؟ أخذ ثأر هذا الدم. طبعاً أنا اختصرت الرواية، الحكي طويل. زين، فقتل عليه 70,000، وياي الأحبة قتل عليه أشقد؟ 70,000. حتى سكن. الإمام الحسين يقول للسجاد، يقول له: يا ولدي يا علي، والله لا يسكن دمي. ها، فالآن الآن سيد الشهداء ربط ملفه بيا ملف ملف يحيى. والله لا يسكن دمي. والله انتبه لعيوني، شوف كربلاء راح تبرد يوم ما تبرد. باوعلي باوعلي، انظر لي، هكذا يقول الحسين عليه السلام: شوف كربلاء راح تبرد يوم تبرد. نفس الملف، المدينة اللي قتل فيها يحيى ما بردت حتى قتل 70,000 لدم يحيى، يقول الحسين. ثم يقول الحسين: يا ولدي علي يا علي، والله لا يسكن دمي حتى يبعث الله المهدي. ملف الإمام المهدي سلام الله عليه، ملف الإمام المهدي سلام الله عليه الآن ارتبط بالحسين وما ارتبط بالحسين؟ ها؟ احنا لما نحيي ذكر الإمام المهدي، الإمام المهدي بحثه إلى ارتباط بالحسين بشكل خاص، بالإمامة بشكل عام وبالحسين. شوف الحسين الآن استحضر ملف الإمام المهدي، والحسين ربط سكون دمه وعدم غليانه بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولهذا أقول بحث الإمام المهدي عليه السلام مرتبط بالحسين بشكل خاص. وهذه فتكلمة مهمة الإخوة يلتفتولها: أن دم الحسين راح يبقى يفور حتى يظهر الإمام.
يقول له حتى يبعث الله المهدي فيقتل على الله 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 فيقتل على دمي من المنافقين الكفر الفسق 70,000. طبعا هنا أنا أكو قضية أدري الجوهر، أنا أكثر واحد محتر بيكم، أنا لابس أكثر منكم وأتحرك وأحكي وأصيح. الحسين عليه السلام يستحق له وما يستحق؟ يستحق. الحسين الناس قاعد تعطي دماءها، مو دماءها تعطي الحسين عليه السلام. واقع عن رواية عجيبة، هذه الرواية يقول له ولدي أنا دمي راح يبقى يفور، مني يقتلوني يسفكون دمي راح يبقى يفور، ودمي ما يبرد إلا من يطلع ولدي المهدي ويقتل 70,000 على دمي. طبعا هذا يقتل 70,000 على دمي بروايات أخرى تربط بحث الإمام المهدي أو ملف الإمام المهدي بالحسين من جانب آخر، وهو أن الإمام المهدي يقتل ذراري قتلت الحسين، وهذه أمر ثاني يربط الإمام المهدي بالحسين والحسين بالمهدي. ورد في روايات عدة أن الإمام المهدي إذا ظهر يقتل ذراري قتلت الحسين، هنا يعبر عنهم 70,000. فيسأل الأئمة ما ذنب الذراري؟ والله تعالى يقول ولا تزر شنو؟ وازرة وزرة أخرى. زين الإمام شلون يقتلهم هم ما قاتلين الذراري؟ آباؤهم وأجدادهم هم الذين شنو؟ قتلوا الحسين. زين الإمام المهدي ليش يقتل الذراري؟ فيأتي الجواب، الذراري رضيت بقتل الحسين أو لم ترضى؟ ها، إذا الذراري كانت راضية بقتل الحسين عليه السلام فهي تستحق العقاب وما تستحق؟ تستحق العقاب، تستحق العقاب. ولهذا احنا هم في زياراتنا السيد الشهداء مو نلعن كما امرنا ائمتنا فقط الذين باشروا قتل الحسين عليه السلام، ما نلعن فقط هؤلاء، نقول لعن الله امة قتلتك، هاي نعبر عنها سلطة تنفيذية، بس القضية اوسع، لعن الله امة ظلمتك مو بس قتلتك، ظلمتك مو الا باشر القتل، مو الا باشر ظلمتك، هوس للظالم، صفق له، صفق له، هوس له. بعد ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت. لو بعد 1,000,000 سنة سمع بقتل الحسين ورضى بقتل الحسين مشمول، مشمول. زين هسه هذه فد رواية، هاي الرواية جرتنا الرواية أخرى، والروايتين يربط الملف الإمام المهدي بالحسين بشكل خاص. ولهذا احنا هم لما نهتم ببحث الإمام المهدي في عاشوراء لارتباط خاص بين المهدي والحسين سلام الله عليهما. زين أقرأ لكم رواية أخرى، خلي أقرأ لكم رواية أخرى، هاي انتهينا منها، خلي أقرأ لكم رواية أخرى وما راح أقرأها كلها أيضا، راح أقرأ شيء منها، يعني بما يرتبط بشنو؟ ببحثنا فقط، وإلا الرواية طويلة. طبعا الرواية عن الإمام الباقر، مصدر الرواية تهذيب الشيخ الطوسي رحمه الله، وهو أحد الكتب الأربعة المهمة عند الشيعة، تهذيب الشيخ الطوسي. والرواية عن الباقر يقول لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي، وياي لزقت السفينة أو لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي، يا يوم السفينة لزقت يوم عاشوراء، يا سفينة سفينة نوح مولانا اللي عدنا بالرواية لما مرت على كربلاء اضطربت، نوح قال له إلهي أنا خشيت الغرق، شو وضع السفينة مو طبيعي، قال له يا نوح أنت في مكان يقتل فيه الحسين، فالسفينة يجب أن تضطرب ما تمشي بشكل سليم عادي، أنت في مكان قتل الحسين. الإمام يقول السفينة لزقت على الجبل في يوم عاشوراء،
عاشوراء. آخر الرواية شنو تقول؟ طبعاً بعدين يجيب ملف ملف آدم وحواء، الرواية تجيب ملف موسى يونس عيسى، ثم تقول يوم عاشوراء وهو اليوم الذي يقوم فيه القائم. لا شوفوني هنا الإمام الباقر عليه السلام ربط الحسين بالمهدي وما ربطه. الإمام قاعد يتكلم عن أحداث وقعت يوم العاشر، مرتبطة بنوح، مرتبطة بموسى، مرتبطة بعيسى، مرتبطة بيونس. هاي الأحداث كلها وقعت يوم العاشر. بعدين الإمام يعرف يوم العاشر، يقول هو اليوم اللي يظهر فيه منه، يقوم فيه منه الإمام المهدي. الإمام طبعا يوم العاشر هو يوم مقتل الحسين عليه السلام، فلما يقوم به الإمام المهدي دون بقية الأيام صار أكو ارتباط بين المهدي والحسين بحيثية أخرى. يوم ما صار صار هناك الحيثية حيثية أخذ الثأر، يا ثأر ثأر الحسين عليه السلام. الحيثية هنا أن الإمام المهدي ظهورهم في اليوم الذي استشهد فيه الحسين عليه السلام. خو ليش ما يظهر بيوم آخر؟ أقول أكو ارتباط خاص بين الإمام المهدي والحسين من خلال حيثيات متعددة. هاي الحيثيات موجودة في الروايات الشريفة، البينا منها أخذ الثار واحد. الحيثية الثانية قيام إمامنا في يوم شهادة الحسين وهو يوم العاشر. يجي سؤال باوعلي، وهذا السؤال ينقلني إلى رواية ثالثة تربط بحث المهدي بالحسين. هو يوم العاشر كان يا يوم حتى يظهر به الإمام؟ يوم العاشر كان يا يوم من أيام الأسبوع اللي يظهر به الإمام المهدي كما في الرواية الثانية، ويأخذ فيه ثأر الحسين كما في الحيثية الأولى، فيقتل 70,000 منياً بالرواية اللي تكملها من ذراري قتلة الحسين الراضين بقتله. يعني هاي الروايات فد أربع روايات لحد الآن، خمسة من تجمعها الصورة تصير مكتملة. شلون القرآن الكريم؟ إنا أنزلناه في ليلة، مثلاً شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن نزل بشهر رمضان، بكل شهر رمضان يوم ليلة من شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، آية ثانية، فصار نزول القرآن مو بكل الشهر وإنما بليلة من الشهر مباركة. يجي السؤال، يا ليلة من الشهر مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، اكتملت الصورة. من تجمع ذني الآيات اكتملت شنو؟ الصورة. هنا الروايات هم نفس الشيء، بحث المهدي أو ملف الإمام المهدي مرتبط بالحسين بحيثيات متعددة. هاي الحيثيات من تجمع رواياتها تكتمل عندك وعند الصورة. شلون أوضح لك؟ الإمام سلام الله عليه يظهر حتى يأخذ الثأر، منين يقتل 70,000؟ منين 70,000؟ رواية أخرى قالت أحسنتم، من ذراري القتلة الراضين. زين هو شو وقت يطلع حتى يأخذ الثأر؟ جواب، في يوم عاشوراء. هاي كلها مجموعة روايات. يجي سؤال، يوم عاشوراء هو يا يوم؟ شوف الرواية الأخرى اللي لقيتها واللي أيضا تربط ملف الإمام المهدي بالحسين، رواية عن الإمام الباقر أيضا موجودة في كتاب كمال الدين للصدوق، يخرج القائم يوم السبت يوم عاشوراء يوم كذا الذي قتل فيه الحسين. هاي هم كملت الصورة، يا يوم يوم عاشوراء يوم السبت وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين. طبعا هذا يذكرك بشيء إذا تنتبه لي، سيد الشهداء أكو عنده كلام يقول ليعتدن علي بنو أمية كما اعتدت اليهود في السبت، يقول الحسين عليه السلام. ولهذا أنا بمبحث خطاب وكتاب 10 ليالي ببغداد
انبث على الفضائيات إذا الأحبة تابعوه، بيّنت أكو ارتباط بين ملف أصحاب السبت وبين ملف قتل الحسين. ولهذا السيدة زينب في خطبتها بأهل الكوفة استشهدت واقتبست آية من آيات أصحاب السبت وطبقتها على من خذل وقتل الحسين عليه السلام، فبينت أوجه التشابه والتقارب بين ملف أصحاب السبت في القرآن وبين مقتل الحسين. ولهذا السيدة زينب خطبتها بأهل الكوفة اقتبست آية من آيات ذاك الملف في القرآن، وبينت من أوجه الشبه بين الملفين أن أصحاب السبت رب العالمين مسخهم قردة وخنازير كما ذكر القرآن، والنبي رأى بني أمية قردة ينزون على منبره. وهذا وجه تشابه بين هؤلاء وأولئك. هسه هنا حتى ظهور الإمام هم يوم السبت، يوم عاشوراء السبت. وهذا رقم إضافي على شنو؟ على ربط وارتباط ملف الإمام المهدي بالحسين بشكل خاص. زين بعد تعبتوا مني ها؟ أكمل يو تعبتوا؟ أكمل؟ هسه هذا هنا أنا فد ملف عجيب أريد أقف عنده، هذا الملف شوية أريد أقف عنده، وقتهم بعد ما ظل عندنا هواي، هذا ملف كلش مهم أريد أقف عنده. فد رواية عجيبة هذه الرواية، أسترع انتباه المؤمنين والمؤمنات هم اللي يتابعونا بالتلفزيون، يعني أسترع انتباهكم جميعا لهذه الرواية، عجيبة هذه الرواية واقعا، وأيضا تربط بين الإمام المهدي والحسين بشكل خاص. شو تقول الرواية؟ الرواية طويلة، أقرأ منها محل الشاهد. الرواية مولانا سألت عن أبي حمزة الثمالي، سألت أبا جعفر الباقر، يا ابن رسول الله لما سمي علي أمير المؤمنين؟ ليش عود؟ الإمام يجاوبه إلى أن يقول له يا ابن رسول الله فلستم كلكم قائمين بالحق؟ قال بلى. قلت فلما سمي القائم قائما إذا أنتم كلكم تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة القوامون بأمر الله؟ القوامون بأمر الله كلكم. قال له صحيح. كان ليش المهدي من عندكم سميتوه قائم وأنتم كلكم قائمون بأمر الله؟ وليش المهدي قائم؟ الإمام شنو يقول لأبي حمزة؟ يقول له والله شوف هاي شلون الرواية، والله يا ابن رسول الله انتم كلكم قائمون بالحق؟ قال نعم كل احنا، علي بن ابي طالب قائم، الحسن قائم، الحسين قائم. اعظكم بواحده ان تقوموا، القران الكريم يقول اعظكم بواحده ان شنو؟ ان تقوموا تؤدون واجبكم دوركم، يعني ان تقوموا لله. العسكري قائم، الهادي قائم، الجواد قائم، الرضا قائم، الكاظم قائم، كلهم اهل البيت كلهم. قال ليش المهدي خص بالقائم إذا كلكم قائمون؟ قال له الإمام الصادق أو الإمام الباقر، قال له لما قتل جدي الحسين، شوف هو قاعد يسأل عن منه، يسأل عن منه أبو حمزة، يسأل الباقر عن منه؟ عن المهدي. ليش خصيتوه بالقائم مع أنكم كلكم شنو؟ ها قوامون بأمر الله، ليش المهدي قائم؟ الإمام يسألوه عن المهدي يربط الموضوع بمن؟ لما قتل الحسين. فارتبط ملف الإمام المهدي بيش؟ بسيد الشهداء، بحيثية ماذا قصر رابعة؟ حيثية رابعة الظاهر. قال لما قتل جدي الحسين، والله كل ما أدخل الرواية أشعر بعظمتها بثقلها، إيش قد تحتاج كلام هذه الرواية، إيش قد تحتاج شغل هذه الرواية، الله أكبر. يقول له لما قتل جدي الحسين، الرواية موجودة في كتاب علل الشرائع للصدوق رحمه الله، لما قتل جدي الحسين ضجت عليه الملائكة. طبعا هنا أنا أقول لك عندي تعليق، هنا أخليه برا الرواية إذا الوقت سمح لي، إذا ما سمح لي بكرة أسولف براحتي.
إخواني لقيت بالروايات بعد قتل الحسين. شنو أعبر؟ شو أختار تعبير؟ صار أكو ظرف مو طبيعي بالسماوات والأراضين، أبداً مو طبيعي. طبعاً هذا مو فقط في رواياتنا، في رواياتنا وأخبار غيرنا، وأنا مسؤول عن كلامي وجايب وياي مصادر، بس هاي ظهر باكر راح نلحق، الليلة ما نلحق. لما قتل الحسين صار أكو وضع مو طبيعي بالسماوات بحيث راح أنقل لكم روايات. رب العالمين قام يهدئ مخلوقاته، بعض مخلوقاته بعد قتل الحسين. لا لا باوعولي أرجوكم، أنا قاعدة يعني العبارات اللي قاعدة أحاول أختارها بعناية، حتى لأن الكلام بهيك موضوع خطر، إذا الكلمة ما تقولها بعناية تسبب مشكلة، فأحاول قدر الإمكان أختار عبارات بيها عناية، يعني بيها تركيز شوية. أقول لقيت في أخبار كثيرة سأبين بعضها. لما قتل الحسين صار أكو وضع مو طبيعي بالسماوات والأراضين وعند أكثر أو كل مخلوقات الله، بحيث رب العزة جل وعلا على عظمته وهو خالق كل شيء وهو جبار السماوات والأرض هدأ بعض مخلوقاته بعد قتل الحسين، هدأهم. فتوقعوا التفاعل مع ما جرى على الحسين وين وصل، بحيث رب العالمين يقول لبعض مخلوقات اصبروا وانا راح انتقم. فهاي المخلوقات وصلت الى اي درجة من الجزع على الحسين بحيث رب العالمين يتدخل لي ها لان يصبرهم مثلا، يهدئهم مثلا. الأمر وين وصل؟ دخل أكمل الرواية. يقول الباقر: ليش الإمام المهدي سمي قائم وأهل البيت كلهم قائمون وقوامون؟ يقول: لما قتل جد الحسين ضجت عليه الملائكة إلى الله بالبكاء والنحيب وقالوا، أصلاً خاطبوا الله، كلموا الله الملائكة، إلهنا وسيدنا. شوف التعبير، شوف التعبير، شوف التعبير ايش قد خطر، شوف التعبير ايش قد خطر. والرواية في علل الشرائع للصدوق، وقاعد اقرأ النص كما المصدر بين يدي، اخاف اقرأ التعبير من دون المصدر، اخاف. إلهنا وسيدنا أتغفل عمن قتل صفوتك؟ الملائكة يقولون رب العالمين: أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى إليهم الله: قروا يا ملائكتي. يعني شوف الأمور وين وصلت. قدرت أوصل فكرة؟ شوف الأمور وين وصلت بعد قتل حسين. يقولهم قروا شوية، اهدؤوا، شوف الغضب لقتل الحسين بالسماوات والأراضين وين وصل كما يقول الإمام الباقر. الله أوحى لهم: قروا ملائكتي فوعزتي، يقسم لهم حتى يهدئهم، فوعزتي وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين. ذول القتلى والحسين أنا راح أنتقم منهم ولو بعد فترة. هسه هاي الفترة بسيف المختار مثلا الله انتقم منه، واكو فترة اطول من موضوع الانتقام بسيف المختار، لانتقمن منهم ولو بعد حين. التفتولي شوية، التفتولي بوعولي. هذا يظهر ما كفى الملائكة، اضجت الى الله: ابن حبيبك وابن حبيبك هيك يصير بي يا رب؟ هيك يقولون رب العالمين قالهم انا راح انتقم. الدور رب العالمين خلاهم يشوفون، مو بس سمعهم كلام. يقول الإمام الباقر: ثم كشف الله عن الأئمة من ولد الحسين للملائكة، كشف عنهم، قالهم شوفوا ذولا، عن الأئمة من ولد الحسين للملائكة، فسرت الملائكة بذلك،
فإذا أحدهم قائم يصلي فقال الله بذلك القائم أنتقم منهم. شوفوا هذا الواقف من الأئمة من ولد الحسين يصلي، اللي هو الثاني عشر التاسع من ولد الحسين، بهذا راح أنتقم من قتلة الحسين. فهدؤوا أنتوا شوية، هدؤوا. ارتبط ملف الإمام المهدي بالحسين يوم ارتبط. أصلا رب العالمين يصبر الملائكة في مجال قتل الحسين بالإمام المهدي اللي كان قائم يصلي. لما رب العالمين كشف الأئمة من ولد الحسين للملائكة قالهم بهذا أنتقم من هؤلاء. وما يسكن دم الحسين كما قرأنا بالرواية السابقة إلا شنو؟ ها؟ إلا بقتل 70,000 من الراضين والمبررين والمدافعين وهلم جرى عن الظالمين في الواقع اللي قتلوا الحسين عليه السلام. وهنا ارتبط ملف الإمام المهدي بالحسين بحيثية أخرى. أصلا رب العالمين هدأ وصبر الملائكة بإمامنا المهدي لأنه سينتقم من قتلة الحسين. وكأن الإمام المهدي خلق للحسين، أصلا خلق للحسين، الإمام المهدي خلقه الله للحسين، الإمام المهدي حسيني الهوية، حسيني الهوية وحسيني النسب وحسيني الظهور وحسيني الدولة وحسيني الشعار وحسيني كل شيء. فالإمام المهدي حسيني. طبعا خلوني هنا، انا قلت انا كنت اتوقف هنا حتى الحكي يصير قوي وما حد يقدر يعترض، لانه انتم اتباع آل البيت يقولون الامام الباقر يحكمنا. الان يسمعنا واحد من غير اتباع آل البيت وهسه هاي يقول هذا خوش فرصه اقطع المقطع ويخلي لي ماده للتندر والسخريه كما اعرف طريقتهم، يعني انه الملائكه الضج ورب العالمين يكشف لهم. اقول له لا تستعجل، لا تستعجل، أنا عندي شواهد بكتبك سكتك، لا تستعجل، أنا مو ضعيف، أقصد أنا ابن مذهب آل البيت، مو أنا الشخصي، مو أنا الحقيقي، أنا الحقوقي، أنا مو سهل، مو لقمة سائغة، لا تغص بي، لا تجرب تغص بي، أنا مو سهل، على كيفك، لا تسخر، لا تستهزئ، لا تندر، وإذا أسخرت فإنما تسخر من تأريخك ومن كتبك كما سأثبت لك ذلك من كتبك. أنه مع قتل الحسين ما بقي شيء في الدنيا إلا وتفاعل مع قتل سيد الشهداء سلام الله عليه، ما بقي شيء في الدنيا. فأنت إذا تريد تسخر تسخر من كل ذلك، لا تستعجل، لا تستعجل، لا تعرض نفسك للسخرية، عرض مصادرك وعلمائك للسخرية، كيفك، لا تستعجل. هذا بعد الكلام إثبات ما أريد أقوله أتركه إلى الليلة الآتية حتى نكمل بقية ملفات ارتباط بحث الإمام المهدي بالحسين بشكل خاص من حيثيات متعددة. وإثبات أن الكون كله جزع وتفاعل مع الحسين مو فقط من مصادرنا وإنما من مصادر غيرنا أيضا، هذا كله أتركه إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. مجلسنا بأهل فضل، أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا شيخ علي، حياكم الله، ومن معك مشايخ الكرام، وجوهكم هذه الطيبة الكريمة اللي واحد يفرح من يشوفها، الله يعزكم ويديمكم ويحفظكم بجاه محمد وآل محمد. إمام زماننا، إمام زماننا المهدي حسيني، حسيني حسيني، تعرف شنو حسيني؟ فلما ذكر بأيام محرم الأمر في محله، يعني إمام زمانكم حسيني. ولهذا إن شاء الله إذا يظهر إمام زماننا أول من يستعين بهم هم منو؟ هم جماعة الحسين،
هم خدام الحسين. اللهم صل على اللهم صل على ان شاء الله اول من يستعين بهم امام زماننا هم خدمة الحسين، خدام الحسين، الحسينيون، اهل المواكب واهل العزيات واهل المجالس واهل التكايا، مو اهل التكايا واهل ذولا يبقون شهر يخدمون زوار بالطريق، هم ذولا جماعة الحسين وجماعة الإمام المهدي سلام الله عليه وبقية شيعة أهل البيت الكرام على آل البيت السلام وعلى شيعتهم السلام أيضا. المهم الليلة ليلة ثالثة والحسين ما مدفون على الرمضاء 3 أيام، ابن محمد يموت يقتل قتلة بشعة، 3 أيام يبقى ما مدفون ابن محمد، 3 أيام ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا وسفة. أي إنسان عادي يموت، يعني أنا من أقرب كتب التاريخ هذا المعنى وأتأذن، عمر ابن سعد يوم 11 محرم لما طلع من كربلاء دفن جيفه، تدرون كل كتب التاريخ ذكرت تقول عمر ابن سعد قال للضع عن ما نطلع إذا ما ندفن قتلانا، فدفن جيفه وترك الحسين وآل الحسين على رمضان كربلاء. زين أنا أسألك بالله، ذني بنات محمد لما أخذوهن من كربلاء وهن شافن بعيونهن أن عمر ابن سعد دفن قتلاه وبقى الحسين وأهل بيته وأصحابه، شنو حال العلويات؟ يعني زينب تشوف أخوها ما مدفون، العباس ما مدفون، وجيف بني أمية دفنت، شو يكون حالها يعني؟ شو يكون حالها؟ أويلي عليكم يا آل رسول الله. مثل باكر الإمام زين العابدين ترك العلويات وبشكل إعجازي يعني راح إلى كربلاء. طبعاً العرب عندهم عادة، عيوني العرب عندهم عادة يدزون نسوانهم تجيب ماء، العرب احنا عرب وهاي تقاليد عندنا إلى الفترة الأخيرة، أنا ملحق عليها، هاي العرب اللي يسكنون القرى ما قرى يودون نسوانهم للأنهر يغسلن ملابس يغسلن أماعين، أنا بعيني شايفة يغسلن أماعين، يجيب طريقة العرب يودون نسوانهم تجيب ماء يغسلن ملابس على النهار يغسلن أماعين على النهار، هاي طريقتهم. ذولا بني أسد مودين نسوانهم لأن انقطعوا عن الماء بسبب الجيش وكذا، فودوا نسوانهم بعد ما رحل عمر بن سعد وشافوا ماكو شيء قال لو للنسوان روحا نجيبا ماء، اجا النسوان بني أسد يجيبا ماء شافا جسم الحسين والعباس وأهل مطرح، النسوان رجعا إلى بني أسد قالوا لهم يا بني أسد ترى شفنا جسم الحسين على الأرض وأجسام أهل البيت على الرمضاء مضرجة بدمائها، ويلا قومونا خلنا ندفن الأجساد. شي يقول الشيخ الفتلاوي شيخ عبد الأمير يقول الأسدية تحاشمت نسوانها جاية تدفن غريبة وطالها. شلون حكي هذا؟ الله يرحمك الفتلاوي، الله يرحم الفتلاوي. شلون جت نسوانها متك الستور، شلون حرمة وهاي جب ذاك الشعور، تشوف حرة منشرة من الشعور، تشوف مجموعة عمت بردانها. إيش قالت الأسديات؟ عار والله على الظلم للحشر عار، الجار للجار العرب تكرم الجار. الله الله يا بجار للجار العرب تكرم الجار، ليش مرمي حسين لثالث نغار، او صحبته من كهولها وشبانها من تناخه، وقالوا ايش بعد الصبر بنو اسد هاي ذله وعارها مد العمر، كون باشر ننشد شنه العذر، نصير قاله للعرب بلسانها. قامت وجوه الزلم وتحزمت، يقول الفتلاوي 40 من العشيرة تلازمت، اشتدت اهتدت صدق وتوزمت، شافت العار يغلب بحيانا، قامت من كثر الحياة وقحمة الخوف، ولحقت بجمع النسب واد الطفوف، قالوا يردنا الخطر بيها نشوف، نحاذر ابن زيادها ومروانها. يعني شنو؟ قالوا يا بن نسوان كون ترجع. ليش؟ قالوا النسوان سواده تجيب عين، وهذا بالمرجانه ويزيد خاف خال جواسيس، ويشوفون النسوان ويجون يقتلونه، فالنسوان خد ترجع احنا ندفن الاجساد، النسوان رفضا الاسديات رفضا.
نساكم نساكم رايحة. شلون نسوان ذني عفية بيهن والله. قال أنا وياكم نساكم رايحة احسين نعشة لا بكي ولا صايحة. احنا نصيح انتو الزلم ما صيحون من الدفنون، احنا نصيح على الحسين ما حد مشى على الحسين. قال أنا وياكم نساكم رايحة احسين نعشة لا بكي ولا صايحة. زيانة بالنايحة وين النايحة ميسرة الحرة بحكم عدوانها. الزلم ما راضية والنسوان ما راضية ويتناقشون بين ما هم بالملامة وبالجدال. زلم ونسوان طلع راتب قال شلكم يا الرجال اتفرقوا عن الجثث يمنى وشمال طايرة من شر مي اذهانها. قال شنه وقوفكم يم الاجساد كون بينون الصدق شنه المراد. قال انا ما بكم زين العباد واسفر لهم عن وجود ايمانها. قالوا حسين انت خيانة دفنته بكل جهدنا وما قدرنا جثته لا مواراته ولا من صحبته الضايعة تحت البوارة بدانها. قال دفنه هنا والدمع كات وشال ابوه شلون الى صبر وثبات. صاحرة الموت يعدمني الحياة يا ابويا يا ابويا ولا اشوف معفر بتربانها. الامام هو بقبر ابو الحسين قال لهم هذا الطفل الرضيع ناولوني اياه. قالوا له نحفر له بصف ابوه. قال لهم لا اسمعت صوت من نحر ابوي والسد رضيعي على صدري وخلى المذبوح على صدر المذبوح دفن ابوه. طلع الامام الشاب مثل الشمس مقطع بالسيوف اربني اربا. يقولون بني اسد ما عرفنا الشاب قعد يمه هواي برا شويه قام صاح يا بني اسد حطوا الاكبر يم ابوه. هذا خوي احزام ظهري وانا خو هذا المغبر وجوه الحارب. جيبوا الحواشم جيبوا الاصحاب جيبوا الكذا كذا كذا. قالوا لي يا ابن رسول الله خاف عمتك منتظره ارجع للكوفه كملنا. قال لهم ما كملنا. قالوا له ما انتم بعد دفناها. قال لهم بعد واحد جزانا وفات. تحب هذا تموت عليه انت ليلة السابع تقتل روحك عليه هذا. قال لهم بعد واحد جزانا وفات. قال له بطل ظل على المسنة. الله اجى العمة تقعد يا عمي وشوف قيدي والسلسلة الورمة تجيدي ومجرحي من الغير.